شنو هذا ورئيس يا رولي يراني إنه فنان كوين الصوماليين إسماعيل دانان أو سيفي عنو تقانا روايهان دنبنا فنكي سو أذي هذا حنا قاضي لا يبرسمات كي ومركو كسو بيري تاريخ دو كرسو كل مي يقفكو ويهي أيام وحكو غان جونا هدي عاو إلى هير هذا حداد إسماعيل دانان مودي سينا سيفي عنو تقاني وحن كابل قاضينا برنامج كام حدا نفري وقوقين أتكبرتت وانا برنامجيات تحراء أو دد حل عن كسو مرتي قاضينو وانو دوني نينا نو حكوغا نو داد كايهين سي ايجا ايه بلشادة لغي ستا اي سيفي عان سيقو برتان شرفي كراما ايه تهي انيجا ايه صاحي بدايبا ان اسماعيل عاون هرفر ايو اصيقو جوغا دالك سويدن انو حان جوغا دابعا بغرطوية دي انجليزكا اسماعيل اد بان كوسو دوين ايه مركورة واو حافظ ادي اد بان وفرح سنة هينا برنامج كان كتاب بل ما شاء الله اد بان وفرح سنة هينا تاكي بلال ادي اد بان وفرح سنة هينا نحركن برنامج كان روح كان قيب قاطو وانين سودوين يا ما شاء الله وحجنا اسماعيل دلم باكون لقانا بالمركة ولو مقع عقو صدحان نوشك اسماعيل محمد بارك الله كبادن كوك وحي ويديان انو اسماعيل انو دانان انيقا ادالي لكن دانان هو نانا بركا اسماعيل محمد بارك لا أنا أستيد أنه دانان اسماعيل دانان ساسي كتن ان شاء الله لين أسأل محل وبحي اسماعيل لا أنا أستوى حي بحي معلن كيجا لأن آد إن شاء الله هاي أول إلى هذا إنجنير سعيد ب برشدي وهو ريسي عن إسبرني ب وحن وان تجد يتنوان هيس هيس بان قاضي مركز سوي حيري واو عد كهاجني آد بودنا ودنا يا بيقولي مركز كلمة بساسي كتمة ده مركز وكلمة ويلا تعلادون إن قصدنا نقول إسماعيل هانا أنا أقول هين دنا وحي كدي كان تايمر كي هوري لكن وما قاعد ويلا تعلادي أديك كلي دنا وواحد دنا يوم بالمرينية أكرت 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 طبعا شخصي عاصم بدن ببرامج كنا عاو كحس دونا ما قاعد أكون بحية عبال بدن أدو هاي سيد تدفر بدن صوص على حقيقة ونو تجي دونا وحنا سمعنا أنت بدن مركانو فلانين تاع مدد كانوا ربنا يبلشوا وحكا برتان ان ورايسرينو اصحابته ودي اهل كودا دوك صاحبته اللي ما صوريسنا وحنا سو اوغاني ان ان دباتي الرفاد فربدن سو مرتي ان فنكه الصوماليده كسو بيرتي ماشي اد سو غارتي مانتا ادم كو ايمان عيار عيار او ادروف ادق لا سو كلانتي لكن وحا كلو اد ياد ايغا يابيه ان جعل هي ايد رفتيده ان جابتي inta badan waxa dhacda waalidiintu markay maqlaan inuu ubadkoodu qof kamid ah ama qarkood ay fanka ku biiraan waalidku argagabay ku noqoto arinta aad bay uga hor yimaadaan adiga hooyada anagoo dhan hooyadeena sharaf iyo karaamo noo hayno basna ismaaciil ayaa kamid ah dadkii garwadeenka ahaa ee ku garab taagnaa inaad fanka ka soo qayb qaadatid ee kuma dhiiriyay bal dib u soo arwaa xusuuso and wow and adi adban idinku mahad liya and horta marka go'aan soo wiiday adban halkan ugu salaamaya asfaan basay oo funkayga wow and rohanti and funka and soomaalidu sideedaba and wallahi ad mid easy u amaan hadii si loo eego and sabto a waxa jira gacan qabasho badan oo ay isku geystaan qolooyinkan Europeanka oo kale ama wadamada kale laga yaabaa inuu qofku markuu cod macaan yahay ama uu leeyahay talent in yani la gacan qabto la yiraahdo ninkan waxaan xajinno oo aynu garab istaagno oo aynu xajinno oo aynu caawinno because wuxuu leeyahay haybad uu Ilaahay siiyay ba yani jirto wal aad bal isku caawiya dulalkan oo kale deyan maanta waan arkay anaa indhaha ku arkay laakiin funk maalida marka la eego aad buu duwan yahay because halkii lagu gacan qaban lahaa inta badan waa in lagu yara lays lagu yara saar wax yar marka in badad badan way la arkeen laga yaabaa oo fanaaniin cusub oo imi ka fanaaniin waaweyn noqday kulli way soo maray muddadan anigu Ismaaciil ahaan soo maray ee funka funku aad buu aniga culaysi ugu noqday bilowgii hore laakiin Axmed Wali Furunle iyo Injineer Saciid iyo hooyaday oo aad u jeclahay Basra gacan qabtay dadiyaa way hayaa dadina harinis
وأكرتي طبعاً هوي قريبتي كقالتي سيف عمر نودل استاجي دونا طبعاً ريب بورا ما ذهيت بورا ما وهوي وقنت الصومالي ذا مل جامعة عمود أي كنت على كمان كنا ضد الصومالي ذا إيش صار تي هنجي على معلمين تي أردي ذا نكتة إيه بروفيسور ذا إيه ضد كوها والله نروح برشة ذا إيه وناجة جارهان ريب بورا ما إيه جامعة عمود سلام بالدين سار نهار وسعداء وقلنا وقتين الآن هوي جاس أياد كسو بربارتي مقالة قروح ذو بضن دبادينا وحال قلبي يا كجير يران تاذي إن مايكل جاكسون يا بوبي براون يا رقاس الغد دبعا مو اسنو جوغي وانا ذو حسيني بلقى وواقع سنو واو أياد بدو مفتع دحابت مرلوات إن سو حسوسيسي dalii nimadii iyo bilow bilow in ka badan yar baan laakiin yaraantii markay iskoolka la tagay aan horta waxaan ku soo koray oo inta ku leey kaaday magaalada Buurmey ee caasimadda gobolka Awdal aan aan salaamay reer Buurmey aad iyo aad baan islaamiyay maaska ahayn aan iskoolka ahayn aan iskoolka dhalinyarada ahayn horta waxaan inan yani ismaaciidan ahaan nin yani wax dareemigi wax ku dhex jiraan hanaa waxaan ogaaday markaan ahaa dugsiga hoose markaan dhigay baan ogaaday inan talent leeyahay ama waxba ay u jiro waxaan rabaa inaan dadka tuso inaan heesan rabaa waxaan dareemiyay inaan gabayada iyo af Soomaaliga iyo aan xiisaynayo erayada qoray jacaylka waxaan dareemay inan talent leeyahay so ugu horeynta hore isma warin okay halkan imikayna ka bilaaban dooniye laakiin waxaan ka bilaabay isla markii bay iskoolaadkii wixii waan heesaysay hooyaan mar walba tusaayeen ku yiraahdo adu beer ko qayb samo barban adi ku siin la markasi inta iyo hadhin oo ii bixisay tahda perfect marka هو يمر والبوحي ولا ترين جرتها أوكي إن الفن على قط السومر بتد ما تعيش هاي فنكها إسكول كقبل أو دلني يرد الله هس إسكول كقيد تسيوجان ت معلم كسانو في صور شيء يا أوي كلاس كقف ك نوم ده دالي ما كان مقرنا يا محي سدوق مقيم وإسماعيل مركا رونا هانتي إن وحنا كسر بلعبي فنكا إن مجال ده بورم إن دكسيات كي هوس أيام كسر بلعبي لكن مر والبو وحي قرب تاقنيد وحي تشيرورتا ان فهمين إلى هذا نو ما سايسة جعلانين فانكو سان ماهن كتشوكسو هسمينين موناكسنا فهمين إلى هذا اوي جيران سوطا لقي يابا هيني وحون دي ديهين موران كارو ويقل ديهين لكن لقي يابا هيني فكر كلا اميسيهين لكن الوحان كئيم الدي أما أن أكو صبر باري هو يدي يا أبايو إلى تعل وحنا نقول تعل هاي أو أها إن فنكيب عن حيث هو يدي يا دمر والبيجو يرجع تسيور وحد عضي إن مركي هو يا أرجتي أرنتان إني كاجو أنت هاي أي جارك صدرتي دولنا أرتميد هو يفنك سماردة مقدار هرجيسة أو مركز هذا كلية جدًا سمعت هذا الجهة أيات كسر إحنا عضي قارئي ما كسر دقيتي ما قالوا وين تمت شلو ورنا هانتي ورنا رنتاسي هو يدي وحياة هيدا ما رنتا أنجو أن صدي إن هرجيسة تجو أو أن يعني talent كان أنا نقوله هاي أما عد كان معاني إن لهاي الحمد لله ما شاء الله ما إن يعني واحد يقول ترى إن ضدك أوبن ليجو إن ما شاء الله ويجي لنا هرت الدي قف كاستويح كود ضيدا قف ويراه ذا أوكي وين نسكت ضيا هنا النقطة إن عبد الهليل وكله وحربين النقطة إن محمد سليمان حسين هذا السمطر مركا وحنري أوكي حربين عن هيسو هوي حديها جيس كوح ذا ساي ما تيجي تو حربين كقيب قالوا هو يذي وحي يقوق عن قبطي
inaan gaariga ugu horeeya aan raaco hayadu isoo raacdo oo tiraahdo okay or wadaada tag ilaahayna horumarkaad jeceshahay horaha kugu sii wado because waa niyadda iga dilmi lahayd haddaysan hooyadiisa yoorit waxaan oran lahaa okay wax kale waa inaan iska sameeyo waan ka niyad jabi lahaa laakiin hooyadii way garab istaagta waxay tiray soo tan ma jeclid haa inaad haysto soo marid haa waan kugu faraxsanahay hargeysa tag marka saasaan ku yimiday hargeysa in ilaahay haydayo hooyadii aad iyo aad baan jeclahay waa gartay hargeysa aad timid kooxdii waxaad ka qayb qaadatay barnaamij uu daadihinayey allahu naxariiste wariyihii rug cadaad ahaa axmed xasan cawke iyo weliba wariya marwo naciimo samaye ay daadihinayeen 2014 halkaas ayaad ka soo baxday oo markii u horreysay meel publica soo istaagtay bal ayada looga waran wallaahi waxay ahayd habeen aad iyo aad ama waqti aad iyo aad xasuus aad u weyn fankayga kule ayay ahayd habeenka 2014 sanadkii cusbaa because waxaa isku beegmay waxyaaba aan anigu ismaaciil ahaan filanayn oo ahaa inaan la kulmo wariyihii soomaali ugu caansanaa axmed xasan oon la kulmay iyo nimco samriyo iyadoo markaa waqti aada u wanaagsan oo dee iyadoo markaa dadaal badan samaysay oo maasha allah nimco aad iyo xaggan ugu salaamaya nimco oo dadaal iyaduna samaysay oo aad fanka caawimo weyn u geysanaysa waqtigaasoo aada noo caawinaysay especially aniga ismaaciil aad ii caawisay oo joogta wixiiba isku hagaagay waxaana ka qayb galay barnaamij ay qabanayeen telefishinka home cable tv marka ha 2014 halkaasaan ka bilaabay inaan masrax soo istaago oo cawka uu i wareysto oo nimco samri ay wareysato oo heestaydii ugu horreysay aan halkaa ku qaado runaanta waxay ahayd habeen aad iyo aad xasuus fiican waa gartay markii aad heestaa qaaday kadib waxaad aragtay wixii maskaxdaada ku jiray iyo qalbigaagad ku riyoonaysaa dadkii usoo bandhigtay hididiile iyo hami horlaa ku galay oo adigii albon sameeyey dabadma isku dayay inaad kooxdii xidigaha ku biirtid laakiin niyad jab kala kulantay ama kumaadan guulaysanin dibna waxaad ugu noqotay magaalada boora ma soo dhawo runo aad baad maadsan tahay wallahi kuma guuleysan albam baan soo saaray albam magaciisa la odhan jiray naruura oo heestaydii ugu horreysay ayaa la odhan jiray ayaa loo bixiyey magaca naruura oo uu albamkaasi uu soo saaray engineer saciid stiil oo ahaa labada qoraaga ee heesaha albamkaa qoray iyo laxamiistaha isaguna awoodda badan geliyey deetana albumkii baan soo saarnay soo fankaygii waan sii waday markaan fankayga sii waday de qof walba hiig sigu leeyay marka anigu waxaan rabay markii uu dhammaaday markaan albumkaygii soo saaray albumkaygu albam caan noqday waxaa ku jirtay hees loona jiray naruura oo albumka magaciisa loo bixiyey oo ahayd heestiisa ee aan qaado oo uu lahaa engineer saciid ereyadii laxankaba waxaa ku jirtay hees kaloo loo yidhaahdo caajiska ereyada tirtira mar walba igu soo celceli aduu heeso aad hit u noqday ayaa albamka ku jiray laakiin muhiimadaydu aniga ismaaciil ahaan ama engineer saciid oo ahaa aniga manajerka ama qofka yani caawimadii waday ee dee fankayga igu caawinayey ee mar walba gacanta igu xajinayey muhiimadaydu keliya tama aha inaan albam samayno de ismaaciil dalano oo reer uu soo baxo nin caan u noqday laakiin muhiimadu waxay inaan hore u sii wadno dadaalka aan hayno kaas oo ahaa xidigaha geeska oo markaa ahaa kooxda kelihaata ee fanku u dhisan yahay waqtigaas magaalada hargeysa laakiin culays fara badan oo dhacay awgeed kumaan guuleysan anigu ismaaciil ahaan deetana waan soo laabtay boorman ku soo laabtay because waxaan rabay inaan xidigaha noqdo oo aan imaado laakiin way culays bay ku noqotay because waxaa maraya fanaaniin aad u waaweyn so wiil yaroo 16 jir ama 15 jir oo yani waqtigaa maraya isaguna fanaan oo lakin la yaqaanay laakiin umaysan baahnayn xidigaagees waxay u baahnaayeen different because waxaa marayay mursal waxaa marayay nimcaan hilaac waxaa marayay b k waxaa marayay maxamed axmed bakaal ciro cabdihaani yani fanaaniin waaweyn bay haysteen xidigaagees marka ismaaciil danan umuu noqonin mid
يجا يعني ميسن من قف فنان وحنا نقول يبي بس ويا هاي سنة وري الفنان كوي لكن أنا يدي يدي بمركها يرجع بس بيكون صبح يبغى كاتي إنا كوح دي أن كقريب قال وصل الله تمرك على يبور مدة تنفون كي كل جاء أها يعني هروب سي وري سيان نكيد وسي ولا لكن لا بس هذا على أسماء حين أديكم كوح دي كقا كم النقلين إن دم عن ديمو نقطيد أو عن كلا بيننا كوح كم النقطيد لا سو استعماله إن كان وحكلا أو يعني إن يعني كسو جدا كردة أو يعني أن إن كسبنا ذلك واقرتي إن واحد جري أو كجرب تاجنا همين يمالين إن فنكا إن أحمد ولي يو إنجنير سعيد لبضع إنه واحد كقعتين كالين لباح إن ماشي ما أنت أجوبتي أسوق قرتي بورا ما جوكا بل وضع مسؤول ان احمد ولي يو انجنير سعيد ان انا وهو صارن مرنينا بل حالكي كو غلان الا دوني لا اسكما بال دعي بل قع كغسي تبدا نو لو غدبنا قبا كان هادي ان احمد ولي يو انجنير سعيد لو هانتي احمد ولي يو انجنير سعيد وحي هي وحي أنا ركنا والله هذا كربود فن كي يو رمك من حتى ما أنت تاجنه هو ضدك إن أنا قد ذلك يبى الله لكن مر والبع ذيك يو إن دي رجلينتا يو كان سامي يكان سامي مر والبع حكيم ليس إنجنير سعيد يا أحمد ولي لبدو دنا إسكو مر ما وده برا أول حمبرتي إنجنير سعيد أو إسقو فن كي كسر بلعب بيسي يسي أن كر وصبحه لكن ده برتن كمرك سو جاري وحنا كل مي أحمد ولي إبراهيم فرونه أو ده برتا فنكي 100% أبتن وحنا اللي بدو بيجي ما يسنه يعني يجي حاجة ده وانا لمن إنه آد وشعل هاي إنجنير سعيد أحمد ولي فرونه سلام قاليا حكم قدري آد بندين شعل هاي شرف بالله إلهي الشرف. وأروح لجوف الرحاء بالآذن كمركو مجا عي سمعت سمعي إنه حسوا في أبان ما سواق عن قبتي. غير شرف بالآذن من واد قصوا عن ما شيء. برا ما كل قتي أذيعهم كوه لكبيرين كان يجبسون وحي أرن دبذنا. والله يا واحد كعجت من قدميه كوه ذا حتجها أبوان حسن دخل بيكعجت من. الله شرح. تاسنا وحي بدش شيء أي كذا بيسمع أرام كرنا هذا هذين واحدة كبيرة بل وقد عمرك يكون تمت يوحي كقرنا أن سنة كمركو هلا بدك يكون إيه أفرية طبعا كأيا أيا وحن إسويدي أنا بسمع لهن أوكي فنان وطاي لكن you need more ويعني وحن ربا يعني وح فنان وانا لكن وحن ربا انت كيرا وود بدن او اسماعيل اهان انا وباهدي او نقضي انا نقو موسيشن نقضي سن انجنير سعيد او مرول باي اساقو الى الربي انا نقو موسيشن نقضي قص مرول باو حارف يانو تيم بدي سميني مرول باي سيلا سميني يعني قو راعية مرول باي او نيهو اسماعيلو لقيا با انتكو في عنا دي موسيشن مقصن كويرا اوكي لقيا با مارين النقضي دي تانو وحا ايو صور دعي فكر كاس انا موسيشن نقضي بكوس وان دالي وحن كدالي يشاق ان ان احمد ولي فرون لأمر والبقاها موسيشن كان كليها تقين لتوغي هرقيسة يعني professional aha ayaa wax noqday mar walba safarkiisa badaw musician ayaa jikisu u tagaya wuxuu tagaya hargeysa wuxuu tagaya een jabuuna waqf mar walba loo baahan yahay in yani musicisi yani iyo horumarkiisa mustaqbalkiisa wada marka anigu waxaan baahanahay inaan dadaalo oo yani aan heeso mar walba soo saara laakiin problemka jira waxa weeyaan yani musician shee ma hayso all the time mar walba ma hayso laakiin waxaad u baahan tahay inaad een يعني وحفن كهجي سعودية أيضا بعند هاي مر وربا then وحنا سويد okay وحنا ربط هاي إن الإنسان نقطة so why at سويد هاي لازم إن musician نقطة أما record producer عدد كدوبة ميزية ده because what square في لانكر تعدي لفت كده وان بحي هجي ساني مني engineers إبا وحوي أحمد ولي إبراهيم فرولا مكوا وحوي دي you know فرصة هيو
أحمد بن نوح يروان هيا فرصد مركا إسماعيل حربا إن الليسان سيس ميزيغا داتنا أحمد بن هابين كيو قهر يسو يبلا بيوح يقولي أن وانوغا إن ليس فربضا وكاقي مدن لكن هنية تبين هرو سيوان سو كل موت مركا نشوغي مركا عانيغا إسماعيل هان وحن ربي different وحن ربي إن أحمد ويليو كلام مقضى يعني قف مر والبا of marwal bay isku filan oo fankiisi isagu qaban kara marwal ba way dadaali kareen inuu noqdo rabi ay need inaan yaani noqdo qof dadaali marwal ba marka waxa jiray ahmed I need this one keyboard yet or intellect and oo yaani laakiin level kan waxa laga yabaa in yahay en 2019 laakiin oo waqtiga aha and keyboard hore ayaa ku yiri dun baan rabaa inaan ka bilaabo would be done can win ha labay bil kadib waxaan ahaa musician already has to worry se bil waan sameeyay marka ahmed uu maqnaa teeto musician markaan noqday anigu ismaaciil ahaan so waxaan ahay qof ka duwan fanaaniinta kale waxba ku dheer yes waxba ii dheer mar walba so waxaan marka hata fursad u heli kara inaan qayb ka noqdo kooxdii aan markii hore rabay inaan ka qayb noqdo because waxaan ahay different maadaama markii hore macaan fanaaniintii waaweyna ay marayaan meesha maanta waxaan musician so when did I have this so marka maanta inaan xidigaha geeska noqdo so waxaan noqday qofkii ugu horeeyay ee kooxda xidigaha geeska hay iyagu dalbadeen ay weydiyeen inuu ka soo qayb noqdo kooxda xidigaha geeska aniga farxad bay noqotay markaa warqada saasan ku helay oo qoray Xasan Ruux Laab Saalax iyo Axmed Ali Furune aad baan salaamay labadooda marka een dadaalka ee ahay halkaan ka sheegay dhex galay kooxdii aad kan iyo jabtay oo geedaha u soo fooshay oo hameenka maalinta marro ka mid noqo waxa la calay inay ayagii ku yiraahdaan ayaga laftigoodu khalad kuma lahayn oo markii hore fanaaniin heesi kara way haysteen oo xumaanku way sii diideen absolutely laakiin hadda laakiin waxa la timid wixii hore wax ka duwan waxba kuu sii fulay baahidu qareen dabadeedna kooxdii baa lagu yiri kaala kamid noqo arji baa kaaga yimid halkaa ka wada yes kooxdi waa fursad fiican ma ta kooxdi ka qayb gasho markaas waxa isweydiyay wow and maalintii hore kooxda rabtay inaad ka qayb noqoto waa way adkaatay ma noqotay marka waxaan xusuustay dadaal aan jacab aan gaar ah uu la dhaafi kara or so and farxad bay noqotay habeenka markaan warqad dhaafisay so anigoo taasi raacay waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan dhalinyarada ku guubaabiye inay dadaalaan inta ay awoodayaan oy arran maalinta yani leedahay yani intaad maskaxdaadan haysato ee daayar tahay yani wax ama talent ha ahaato ama aqoon ha ahaato ama music ha ahaato ama macalin ha ahaato ama waxa maalinta aad wax tahayba ay dadku ku jecel yihiin marka intaad yar tahay dadaalada Ismaaciil hana anigu aan ku gaabinaha qolkii oo boqol waa gartay dabcan fankaagii hana qaadiyay kooxdii ka mid noqotay riidaadii ku dhabowday wadna waxaad go'aansatay inaad dalkii hooyo kasoo tagtid oo aad qurbaha soo aadid oo sida annagoo dhan noloshii gudaha nolol ka duwan aad raadisid si aad u kooban adoo loogu dulmarayo ku dheeraanaysaan waqtiga u beeqaamino imaanshadaada qurbaha wax duruufaha iyo dhibaato aad kala kulantay miyaa jira wallahi haddii aan Ismaaciil ahaan ka hadal isiraahdo dhibaatooyinka qurbaha yaala iyo dad badanna way iga soo horreeyeen aniga Ismaaciil ahaan horta qurbe dhibkiisa qof walba uu ogyahay dhibka ugu weyna yacni qofka bini aadamka uu dareemi kara waxay tahay qofka ka xiga waddankii ama ka dambeeya
يعني دررها يسكتيران يعني يستجي إيه فاميلي كيس يعني إيه فاميلي كي جينا واحد شو كان سومالي يعني والحقنا شو كان مكا والله مشروا إن دب كبرن إن إن الفاميلي كي تفكتها يعني مركا واحد يكون هو يكسر عم هو فاميلي كسر واحد يشيني يعني إني إني ما لي معلومة كم يدون يسهلانو أي سكول أبطان أو ميل ودي شو كان بكرة كوجي إني إسماعيل هذا نو هذا رن كار إن يوروبان كده ما هو يعني فهم كي of course وحيسي هو يدي فهم because أنت كلا واحد كلا أردن بالعادن كوالوسمي إنه يعني سودان وصامرة وبيك صامرة وح صامرة لكن أنت أين نو كنترول كن وحوي يعني قلبي كافك يعني absolutely عبد الحافظ وان واد بن ماصنت اسماعيل هان حتى هذا ان ما انت سو حسوس يعني وقتي كو فرح بدن يبط حيا وبدن با كا فرحني ان وحيا وبدن با كا عريسيني كان حني انا اسماعيل هان وحسون كلا عبد الحافظ ما انت كو فرح بدن وحويا وين صاحبنا يوسكي ليلى او دكن السويدن ايا ان ان وقت بدن ان 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 ظروف بدن حاله بدن ان سودا كسو صاحب هين او يعني ان ان وطنك صاحب كو هين ايا ان جعيل با صاحب كي هلي اني يي انا كال او ليلى هذا محمد محمد عبد القادر صاحب كي انا هلكنا دياد وسلام ايا وحن غو اني ان صاحب كي يقرب يستاغنو قبل جعيل هنا aan ugu guurino waana markii ugu horeeyay aan Ismaaciil ahaan anigu aan dhaxgalo aan isdaasa aan ku guuleysto sikiriye waan ku guuleysanay gabadhii iyo wiilkii waan isku dhisnay wi iskuursadeen hawshoodina aniga aan Maxamed aad iyo aad ugu qayb galay maantaas ayuu farxad badan maantii ugu yiri gabadh baan maanta ii dhalanaysa ma sha Allah aad aad buuin taas ma garanay وأقرتي طبعاً صاحبك الزكريا أنتي سيارته وحوي وهم بلينا إلهين وسكبرة كي سكر عميو وليست على هذه لفتي واحد كغيب قارتي قولي الصومالي ذين والاسمه أو الصومالي صباحاً الله وقف وسكبر أحسن والله نوف أحسن وحن أصو قاطي ومركي هو ريسين إسماعيل هان أنا أقول أن إني جديد كسبوا قعدان يصيري واو ما تقولي الصومالي الله وبرارو olu qurux badnaado oo u badan qurux badan ay ku dhashaan dis maalintan isiri farxad weyn min ilaahay karo aad dad maasan tahay inaad igu mashallah alee li karma biitu dabcan hadii aanu soo qaadnay reer ismaye iyo guur iyo jacayl iyo aan ismaacilo aan adiga la xiyaa kan xishan tahay caawe تنا عيارتا لو كلا لما عفية وحي لما تهي أذيقو بانوك عما الرغورة هلاي مركا ما عفية إغرا لهذا هذا عفية وحي داوضي ياشاي وحي راقي وحي راقي وحي نكنو بسي ديسي أذيقوان قرسانيسا قبر السيقو ايق ايان لقب لها الصومالية جكا جعلانا إذاكو قرسيتو والله بس أهلا بس بربريان واو حبي دوا دي صورة عيسى واد أكرت أرتها قبلنا الجورس ده واحد نقول تعلاه حبلي هنا الصومالية because حبلك قرح بدل كشرف بدل and ما وراك أنا نقول يمكن بيكونوا ليهن أذ بنقول تعلاه هنا هني يوم ما هند ما هني يوم سينجل بعلي ميت حبلو لا صويرة على على يا الله الصومالي منك استيجوجان يا ما شاء الله لكن إيش أدعي إن شاء الله تقول له هيدا مركب وجهري عن قبل نهر الدين يعني هلا إن شاء الله وان عروسي يا ولي محيس كلام من رأسني يا ضار محيس ينقلني وهو ما شاء الله بجد بجد صح أضيق وين ماري يا I'll be honored to show up on your wedding إن شاء الله and
لكن سؤال غيبتي ذيك الحوائر وتكبوا دي وقوات كانت مالينيا إذا تلماير اللون بيرتي إيه فضي يا نوير خاوز هرنا عير نسي ما مد أربعة ما مد قام بعد طبيعة نوعين ولا هذا هاي there you go قبل هرتوا حلو خاطة طبيعة يدين طبيعة يدين قبل هرتوا هو يقفل هاي ما شاء الله بس يا هو راح سمع بقولك يا بقول طبيعة يدين أوه بدر يا تركم ولك ولك هذا هو كجرة أقرب arimaha dumarka ismaaciil uu ka hadlaynay waxa jirta een qadiyad qalbigaaga aad ugu weyn oo ku saleysan dhibaatada iyo tacadiyada iyo xumaanta loo geysto een gudaha Soomaaliyeed een dabcan suugaan baad ka tirisan bal arintaas een wax ka dhe een Cabdixaafid oo een wallahi dibka ay dareemayaan ama ريس كهيستا إن تمركين الصومالية سنة كان ما أنت اللي تشوفه إن وميد آدو أذك إسماعيل هان إن إسماعيل هان ديلي ويديم حاد بيبسطة أما أد ريس كدر إن تا أما أد كمرو ما أد كحناطة هديلي ويديم ويان ودبا تلا لوجيس تهوينك إن آد بن إن عبد الحافظ آد بن وديب صلاة إن إنتم الكل إلا ديو والكديد ما نقول بنا واحد مقلية إن أما أما السوشيال ميديا مركز إكتما نقول واحد مقلية أما نجيهن وصور دعية ما يرو سدي تري ما يرو سجل تري بالوعي ما يرو سجل تري والكل صلاة ما يرو بالدليل أو قبر أحيد ما نقول بوح هذا كيسه هو يو أو يسوع للمينيس مركز وان آد بن قدم قدم مركز واحد وين إن إسماعيل هان هستو إن هو يو عبد الله يوسف حنوني إن قاضي بان سمي إسماعيل هان وسمي إن العسبونيسي وحنا قدر تي إن هو يكست أو وحنا أركيا دبعت هيسن هدي إن المهدي أنت كوبسي لوجي استو هدنا دي لوجي سنيو هدنا ودري مكرت عمرك أنا وإسماعيل هان أدب قدر وين تيران سوغانا دفر بدن أو كقرني إن هوينكا هدي أن رجنا هاي ورا وينكين أنا لعشان نقول وينكين إنه احترام سينو وين شرفنا ونبتكينون هبلهين إنه إنه كوادت كانوا أيام سوغانا كسمينا ويسوس عدنا أو هاتنا كحدة و هي صبنا كسمية أبوان كوينة عبد الساق حامد عيديد شيلاني أو أبوان أدوين أو أنو أهد أنا كيينا أيانا اللي نهضا أو أيانا بيل بورد إنا كدل بنا إنا صوصار نو هي صو كو صابسان هاوين كسوماليا بكان وحرجيني يعني مددو شو صار يدون هدو الهيلة لكن آد بانو ديب صدع بتحافظو يعني هاوين كين ديب كمان تهيستا نيو ووحر وفرحو حقيقة تنين لاركور دارن يرو صوماليات وكدغراني سيارحان تارك ددكين السوغان تا السوغان ليدا ومركز ايوغو ايضب دانكو حرين يهين ان ايوغو مقلا ان لغاتو دي تعديد ايوغو راح صومالي لو في سنيو نوع عدوها وحانو عرقنا كالكالجون ايضا دباتوين قبل الوقت السنين ورقوا المحنو ان قبلها ان ركسوا ما ذا دباتينيان لكن قوة في مجلسوا ما ذا مثلان ركسوا ما اسماعيل وكلا مجلاء وكلي دنيا ايه انت كلاك ودرين كايبوني افيه ذا جوكتا وان جيلاني ننكاسو نن علوس 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 وي شيء شرف ايه كلام لا ايان مارك سلامينا ايه سلام بسعان الله يعين إن شاء الله مهدي كرة. معيلو قبل جبدي ما كجرنا بالحاسة حاجة هذا كده وجع الشهي وحد كده ورطي حد كده كده مخشي. نيو نيمي كواح نقضي حاله أدبي وصل بدنية. حاله إيه أدبي وصل بدنية ما أعرف ما أنت كده بس هي صحي وي إن شاء الله. كو تلنتالي ولا معنا كو كلجي ان دنيون انه خولي سما كلا جعل لكن قار ان صعد جيره اون اسماعيل هان هايغان اد اد جعل ان
hees la yiraahdo Naruur oo aan albumka ku soo saaray 2014 oo albumkii ugu horreeyay aan soo saaray heesta oo ahayd ugu horreysay aan soo saaray ayaa waxay tahay heestaan Ismaaciil ahaan ugu jeclahay heesahayga. Waxay igu soo xigtay hees la yiraahdo oo jaleecada soo jiidan ogida oo mid mustaqbalkaygan halkan aan yaru ka bilaabay markii ugu horreysay aan soo saaro heeso ay maanta heesti ugu horreysay aan ku soo saaray Yurub qolana way ka geysatay horumarkayga faneed imika heestaasi taageerahayguna aad bay u jeclaadeen, dadkayga Soomaaliyeedna aad bay heesta u jeclaadeen meel kasta joogaan. Waxay odhanaysaa heesto ruux ku jaamataa jalkii ka soonto jiifka guurtoojo san weyde jannooy bilcaanida 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 waan jibooday juuqsan liida jiidicoodee jalaqsan samida oo jalbeb wacan jaar la ihida jah qurxoon iyo jamal saliida joog dhammaysi iyo jawharata samida oo jaleecada soo jiidan ogida oo jaleecada soo jiidan ogida oo jaleecada soo jiidan ogida wataas heesto codkaaga ku barakeeyo. Waxaan kaloo jeclaa inaan wax yar ka weydiiyo ama aan kula wadaago, waxaa jira surprise yar oo aan hayno oo aan adigu aadan xaqiiqatan ogeyn. Waxaa jira nin garabkaaga jooga habeen iyo maalin oo ayaanle Cumar Cali la yiraahdo oo aan jeclahay hadda inaan live kusoo geliyo videogan ayaanle soo baxday maqlaysid. Waxaan kashifaynaa sirtaada iyo khaladaadkaa samaysid iyo warka wax lagaa tuu waa dhibka lagaa maro ayaanle soo fadhiisanayna ayaanle laba heli karo ayaanle soo bax. Ayaale waa kaaga mahadcelinaa saaxiib surprise inaan ninkaa sheekada noga dhignay ninkaaau diidaan wax ii sheego intaad wax ka duubaysid iyo orodka iyo hawsha aad ku jirtid waa kaaga mahadcelinaynaa. Balloo yara qishmiyo ninkaan maxaad kala kulantaa dhibaata marka wax ka duwaysid horta iminka si fiican maan isku fahnay. Ahayd inta badan dadka xaggan qurbaha jooga wax duubaya planning iyo plan ma sii dhigtaan maanta la baxaya ba la qaadanayaa wixii qadhadhada iska sii daynaya anu waxaan jecela wixii maragta inaan heestii markuusaa dhamaystayso inaan dee dhowr weeks ka haysto bilooyinqurxisaarabta fikiro oon meel la tago oo maragtay aan idea aan dhiso. Markii ugu horreysay waxaan iskula fahmiyeydiklama because waxaan ahay fanaan ka yimiday waxaan ku koray kooxda xidigaha geeska oo ah wixii iminka qabta duuba marka ayaaan isku imanay deetan waxaan idhi wow so videoga maanta ma inaan samayn yes the why waan sii dayno waqti in la geliyo baahanyahay aada kuu mahadcelinaa yaalla inaad naga aqbashay ninkii inaad daaqada uga soo dhacdid oo kaaga mahadcelinaya gob aada u hawl badan. Waxaa arkaa farsamooyinkaaga waxaad duubtay waxaan jeclaalaa maalin la arko studiogu iyo kan hadda aad joogtaan shan jubaarka iska weyn oo filmaanta hollywood kuwa ka fiican soo saartaan khibradeedii iyo fikirkii waa haysaan iyo talentigii maasha allah. Waxaan jeclaa inaa ugu dambeynta adiga ku siiyo Ismaaciil oo fursad aad bal kalimadaana u dambeysa ku tiraahdid go ahead
والله ان مكاوري مساله يوري ثانك يو ان انا بسمعها وحن اورنها ان ورني هو فنك قعن قبطا فنك صدق ما قرح بدنا ان فنكي اي 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 نوغه تگين الله نحرستي جنسي عبد التحليل محمد صليبان مغول وفنكي اي نوغه تگين ما هن ان صدق ما انت اي ودنا انه ان هي الى ما هن فنكا وقرحه الدنك او ان في سنه وحي سمينينو marka فنكا hala gacan qabto yaan dhulka lagu sii fanka hala gacan inta sanad goorin lahayn waxa kale oo aan dhulin lahayn in mahad celin baan rabaa inaan u diro Sheikh Saciid iyo Xamuul Furuna iyo Cabdir Saaq Xamid Aydi Jilani oo aad saaxiibunahay oo afwaanka aan aad ku jecelahay waxa kale oo salaam bankiga aad ku weynay leedahay bankiga Steel oo aan bankiga ugu horeeyay albanki iyo hasti ugu horeeyay sameeyay bankiga Steel wana ka baxay Soomaalina aad iyo aad u salaamayaa meel walba ay joogaan aad iyo aad waxa ma jiraa yallaay annuu waxaan oran lahaa in horta waxaan jeclaan lahaa in Somali music ama wax kasta noqoto inaan caalamka la tartano nagu ma taasku ma qanahay oo dadka wax sameynaya ama imka Ismaaciil music asu ku fiican yahay tani saga tilmaan ka qaato wuxuu dhageystaa heesaha ka dhageystaa heesaha Soomaali uu ku yiriin marka ay deebo heliya music is nooc kale noqonaya suu soo saariyo si waxna ka duwan marka dadkeen waxay u baahan yihiin inay adduunka dhex galaan oo maragtay imka Ethiopia iyo Nigeria iyo Afrika oo dadka kale Afrika warbal siyaayo cid kasta dhigaysata caalamka si hatta dadkii aanka xamku waneen fahmeynin Swahili ma fahmeyn laakiin melody bay raaciyaan wixii bay dhigaysanayaan wixii way ka helayaan soo jeedinayaa hersa soo kaleen garno laakiin nuxurka hadalkaagu waxa weeye in la istaageero horena loo socdaa annagu isku mashquulin yes agaag aan labadiinoo aad bay idin kugu mahadcelinayaa waxaan jeclaan inaan ku soo gabagabeeyo kama sheekeyn karo sida aan kugu faraxsanahay inaan idin arko oo idin la qaxweyno oo aad waqti nala qaadataan sharaf iyo karaamo idin haynaa Ismaaciil hadaan kula kaftamo erayga u dambeeya aan u qaato waxa la yiri heesti u dambeysay oo qaaday waxa ahayd ninkii ugu xaragada badnaa fanaaniinta Soomaalida saa u la bixinayd arintaasi faa'iido kana maalin karaan ka sheekeysan doonaa waadina habeeraya aan ayaan la mahadsanid Ismaaciil mahadsanid Abdul Jilani Hassan Duhul Absalah Ahmed Wali iyo waliba Engineer Saciid aad baan u mahadcelinayaa halkaan waxa ay la joogay studiohan wariyaha weyn ee Home Cable Cabdifaax Cali Shiruu aad baan u mahadcelinayaa waxaan ku faraxsanahay markii uu horeeyay oo laga qaado wareysi ama talent inay Home Cable soo saartay Home Cable guulistaan lana u mahadcelinayaa guleysta iyo farxaan oo ah maaragtay agaasimaha Home Cable iyo shaqaalahooda dhan labadiinoo idin mahadcelinaya daawadayaashana waxaan leeyahay waa mahadsantiin intaas ay ku soo gabagabeynayna anigu Cabdi Xafiid ayaa idin la socday waxa uu ahaa barnaamijkii waa kuma waanu ku wareysanaynay Ismaaciil iyo waliba ayaan la oo dib nooga soo biiray waa mahadsantiin thank you thank you Abdul Masad Abdul Masad